في البوسطة يتعمدوا يحطوني مع أسرى جنائيين إسرائيليين اللي هم معتقلين على مخدرات، حشيش، قتل، اغتصاب. كانوا يتعمدوا يحطوني قريب منهم كثير، يعني حاولوا يتعرضوا لي إنه يضربوني أو إنه يسبوا علي، يتفوا علي هدول الأسرى الإسرائيليين الجنائيين. Keep your hand on your gun. Don't you trust anyone. Keep your hand on your gun. Don't you trust anyone. This is Lowkey. Welcome to Truth to Power. And today we have with us the world-renowned political prisoner Ahed Tamimi from Palestine. Ahed, thank you so much for joining us. You know that to us you are a bit of an inspiration. At the same time, we know that your case is not exceptional or an aberration among Palestinian children. If possible, Ahed, could you go back a bit in time and give us a brief rundown of your first experience with soldiers of the occupation? How old were you? And what was that experience like? يعني طبعا ما في عندنا هون فلسطين إشي اسمه أول تجربة من مع الاحتلال. أنت بتولد في بلد محتل. أنت من حد ما لما توعى على الدنيا بتصحى باب بيتك المستوطنة والمستوطنين عايشين بحياتهم الكاملة طبيعية، وإحنا بنعاني من حاجز، من إنه لما بدك تروح على المدرسة أو على الجامعة أو على الشغل في حاجز بعطلك، من لما أنت بتكون تلعب مع الأولاد بالحارة بفوتوا الجيش بخربوا عليك. فما في إشي اسمه تجربة أولى مع الاحتلال. إحنا طول عمرنا ولدنا في بلد محتل بعاني بسبب هالاحتلال، بس فعلياً كانت أول مرة وعيت أو حسيت بخطر هذا الموضوع كان عمري يمكن 3 سنين 2 سنين، لما أدركت إنه عن جد إنه فاهم إنه أنا كنت صغيرة واحتلال وجيش وطخ، والحكي اللي بتحكي لي إياه ستي إنه ما كانت تحكي لنا قصة ليلى والذئب قبل ما ننام، كانت تحكي لنا والله الجيش والطيارة وأجت وكبوا لنا الزيتات وكبوا الزيتون على الأرض. فإنه حتى هاي القصص اللي أنا كنت أسمعها من ستي كانت كلها عن معاناتهم بسبب الاحتلال. بس أول مرة أدركت كده بأثر حياتي كنت ألعب أنا وبنت عمي بالشارع ودخلوا الجيش، فكنا أنا وولاد عمي وبنات عمتي وكلنا يعني العيلة وبنلعب بالشارع، كنا كثير صغار. فدخلوا الجيش على البلد وأجوا عنا الحارة، فإحنا رحنا كلنا هربنا وتخبينا بالخزانة في دار عمي، كلنا حشرنا حالنا بالخزانة، اللي طلع فوق الخزانة، اللي بجوز 4 يعني حطينا حالنا وسكرنا الباب وتخبينا. وفاتوا الجيش على دار عمي وقتها لما شافونا كلنا هربنا، فلما فاتوا فتح الجندي باب الخزانة فإحنا وقعنا منها واللي فوق الخزانة، وهيك إنه المنظر إيش فيه. فهون إنه إحنا يعني كيف وقفنا لعب وكيف إنه انكلبت حياتنا في ثانية واحدة، إنه إحنا من إنه بنلعب لإنه نروح نتخبى. فهون كده بلشت أستوعب إنه إيش الاحتلال بيسوي. بعدين لما صار إنه أبوي بالسجن وأروح أزوره أنا عمري 3 سنين ونروح على النقب، النقب كثير بعيدة عنا، وغير هيك يعني أنت بدك تروح تتفتش، ممنوع تدخل معك أي إشي، بدك تشوف. كنا قبلها زمان وأنا صغيرة كان الزيارات مش زي هسا، هسا بيكون في قزاز وتليفون بتحكي منه مع الأسير اللي قدامك، قبل كان في شبك، فإنه ما نقدر نلمس أهلنا، فنضل أدخل إصبعي هيك من الشبك إنه أمسك إيد أبوي وهيك. فهون بلشت أنا إنه أشوف كداش تأثير الاحتلال عن جد على حياتي، لما إنه في إنه أمي ماخذ دور أمي وأبوي في البيت لأنه أبوي بالسجن،
ف يعني ما في إشي اسمه تجربة أولى مع الاحتلال، هي دائما في 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 معاناة بسبب هالاحتلال. أنا تعرضت لكثير أمور بشكل شخصي اللي أثرت بحياتي، من لما اعتقلت، لما اعتقلوا أمي، اللي أنا صرت هون يعني زي مجبورة أو مفروض علي إنه أقوم بدور الأم، مع إنه كان عمري يمكن 10 سنين 11 سنة، بس لازم أصحى الصبح مع أبوي وأصحي أخوتي على المدرسة، ولازم أرجع من المدرسة على السريع أنظف البيت، مع أنه كانت فترة ديك 10 أيام. وبعدين لما تصوبت أمي، كيف صرت كل حدا بيجي علينا بدي أقوم أعمل مثلاً قهوة، أستقبل الضيوف عشان أمي مصابة بإجرها وما بتقدر تقوم. فطبعاً يعني الاحتلال أثر بشكل كبير حياتي وبشكل سلبي طبعا، ما كانش بشكل ايجابي. Often when that famous clip of you is shown on television in English speaking media, they strip it of all context. I wonder if you could give us that background and that context around that famous clip of you slapping the Israeli soldier. شوف يعني طبعا انا الاعتقال كان فتره لما ترامب اعلن القدس عاصمه لاسرائيل، نقل السفاره للقدس، السفاره الامريكيه للقدس. طبعا نبي صالح زيها من زي اي بلد فلسطين واجهت ونزلوا مواجهات، طبعا يعني زي اي شعب راح ينحط بهيك موقف، بدنا نطلع نعبر عن رفضنا لهالشيء اللي صار للاحتلال باي طريقه. طبعا مين اللي بده يطلع؟ راح يطلعوا الاولاد الصغار، الشباب، البنات، ونعبر عن رفضنا. طبعا احنا الشعب الفلسطيني بنعبر عن رفضنا بالحجر، بالهتاف، بالاغاني. صار في أجو جيش على البلد، وطبعا كانوا كل يوم يدخلوا على البلد ويصيروا يطخوا غاز على الناس، ويعني يعملوا هاي الشغلات أو الانتهاكات اللي بيعملوها دائما. نزلوا يعني الأولاد الصغار والشباب وصاروا يضربوا حجار على الجيش عشان يطلعوا من البلد وما يطخوا على الناس. وقتها تصاب ابن عمي، فالجندي اللي طخ عليه نزل من باب بيتنا، فأنا وهو نازل حكت له روح من هون، بدك تطخ كمان حدا وبدكم تقتلونا وهيك، وما رضي يرد علي فأنا ضربته. بعدين رحت على المستشفى وأجوا بس روحت، لأنه أنا كنت توجيهي بهذيك الفترة، روحت أدرس لأنه كان عندي تاني يوم امتحان. يعني كنت لسه بدي حاطه منبه اصحى انه ادرس، اجى الجيش قبل ما يرن المنبه واعتقلوني. فلما اعتقلوني فاتوا على الدار، يمكن كان في عدد كبير من الجيش. يعني انا يعني لما شفت كده في جيش برا الدار وجوا الدار انصدمت، انه كل هدول جايين إلي، يعني مش الدعوه، انا شو بدي اعمل؟ ايش يعني مش راح افجركم، فيش معي شيء. يعني كان في كثير جيش فاتوا معي ثلاث مجندات، ما رضيت أطلع غير ألبس جاكيت لأنه كان شهر 12 والجو بارد. فتت بدي ألبس جاكيتي، لبست الجاكيت وبدي أسكره، مسكتني مجندة وخبطتني ولفت إيدي لورا وصارت تفتش فيي. قلت بسرعة وطبعا فتشوني الثلاث مجندات، وكانوا ما منعوا اي حدا يفوت عندي على الغرفه. طبعا انا سامعه صوت اهلي بصرخوا برا. طلعت، لما طلعت من الغرفه بحكي لهم ان انا بدي اودع اهلي، بدي اعبطهم واسلم عليهم قبل ما اطلع. حكيت لهم هيك وزي كانه حكيت لهم انا بدي ابصر ايش اعمل. انجنوا في، مسكوني وطلعوني من باب الدار. اول ما طلعوني كلبشوا ايدي وحطوني بالجيب. مش عارفه كم قد ايه الوقت اللي ضليته، بس ضلوا فترة طويلة يفتشوا بالدار وأنا بس بجيب الجيش وحوالي جنود ومجندات، اللي بشد شعري، اللي بتف علي، اللي بسب علي، اللي بحكي لي أنت بدك تحرر فلسطين، اللي هيك. وأنا
رافضة رافضة أعمل أي إشي، إنه بحاولوا يستفزوا فيي على أساس يكبروا لي التهمة، إنه يحطوا علي تهمة ويصوروا، كانوا مع إنه ممنوع هالإشي، يعني مخالف للقانون إنه هم يصوروني، جنود اللي كانوا يعني ممنوع يصوروني لأنه أنا قاصر، لأنه ممنوع. أخذوني على بعدها على مركز التحقيق، ضليت تحطوني بغرفة أول إشي، وكربشوا إيدي وإجري، ممنوع أحرك حالي، إذا تحركت يجوا يخبطوني، ممنوع أحكي إشي، ممنوع أطلع عادي، لازم أضل أطلع على الأرض، كل شوي يفوت علي جندي يسب علي ويتف علي. وبعدين أخذوني على التحقيق، طلعوني على غرفة التحقيق، بغرفة التحقيق ضل يسألني مين وراكي، ليش عملتي هيك، إيش اسمك، أبصر إيش. أنا طول الوقت رفضت أحكي أي شيء، ضليت أحكي إنه بلزم حق الصمت، بلزم حق الصمت، ما رضيت أحكي شيء ولا حتى اسمي. يمكن ضليت 6 ساعات أو 7 ساعات بالتحقيق، ضل طول الوقت يسألني. آخر التحقيق أجا أعطاني ورق أوقع عليه، رفضت إنه أوقع، صار يحكي لي إنه ليش ما بدك توقع، بحكي له إنه الورق بالعبري مكتوب، مش راح أوقع على ورق مكتوب بالعبري وأنا مش فهمته. بحكي لي أنا بترجم لك، بحكي له صار لك 6 ساعات بتحقق معي وبتصرخ علي، وبدي أوثق فيك إنه راح تترجم لي الصح. عصب علي وصار يحكي لي إحنا هون عنا أمانة، بدكوا أنتوا الفلسطينيين مليون سنة تتوصلوها، إحنا في كل العالم فيش أمانة زي اللي عنا إياها. بحكي له إنه صرت أضحك، بحكي له أمانة إيش أنت قاعد بتحقق مع واحد عمرها 16 سنة، وإنه شو هالتناقض، وإنه صرت أضحك، إنه أضحك عليه، إنه أنا من الضغط، من الضغط اللي صرت أضحك، صار يصرخ علي يحكي لي إنه ما تضحكي ويسب علي ليجعل عمرك ما وقعتي، وإن شاء الله بتضلك في السجن مليون سنة، وصار يحكي لي حكي زي هيك. مسكني وطلعني، وأنا طالعة شفت أمي، انصدمت إنه أمي إيش بتسوي هون، يعني إيش فيه. نزلوني على الغرفة اللي كانوا حاطيني فيها، بعد يمكن 3-4 ساعات نزلوا أمي عندي، فإنه أنا اطلعت ممنوع أحكي، بحكي لها إنه إيش فيه، رفعت لي إيديها إنه مكلبسة، عرفت إنه اعتقلوها، لفوا وجهي على الحيط عشان ما أشوفها، وحطوها بالغرفة بس على الجهة الثانية، ومنعوا وحطوا جنود بيننا، كان في بيننا جنود، ممنوع نحكي مع بعض، ممنوع نتطلع على بعض. يمكن على الساعة 12 بالليل أخذونا على السجن، على الساعة 2، على الساعة 1 تقريبا وصلنا السجن هشارون. أول ما دخلت على السجن فتشوني تفتيش عاري، دخلتني مجندة على حمام وفتشتني تفتيش عاري ودخلتني على السجن. على الساعة 2:30 بالضبط أجوا نادوا على اسمي عشان أنزل كمان مرة تحقيق. ضليت يمكن هيك 16 يوم ما أنام، في البوسطة يتعمدوا يحطوني مع أسرى جنائيين إسرائيليين اللي هم معتقلين على مخدرات، حشيش، قتل، اغتصاب، كانوا يتعمدوا يحطوني قريب منهم كثير، يعني حاولوا يتعرضوا لي إنه يضربوني أو إنه يسبوا علي، يتفوا علي هدول الأسرى الإسرائيليين الجنائيين. So just to be clear, they put adult male Israeli convicts alongside and in close proximity to female Palestinian minors. مش يعني كانوا يحطونا مثلاً، أنا لأول ما أطلع من السجن يحطونا في زي أقفاص where you could see each other. ما مش بس يشوفوا بعض، هو بيقدر يمد ايده ويخبطك، يعني انا كنت ارجع اخر القفص من الاخير، في بيننا حدايد هيك يعني فاهم، بس يمكن هيك بعاد عن بعض، يعني الواحد بتدخل ايده بسهوله يعني اللي يضربه. انا اروح ارجع اخر اشي عشان اكثر من مره انه حاولوا انه يمسكوا شعري يضربوني، واضل يعني فاهم انه راجعة اخر اشي وموقفة ومكلبشة بايدي واجري. طبعا كانوا هم يفكروا في كلهم الكلبشات
أنا يحطوا لي كلبشات تنتين بإيدي وبإجراي عشان ما أقدر أتحرك ولا أعمل إشي. بالبوسطة، البوسطة هي هيك بس يعني يدوب أنت تقدر تقعد فيها. كانوا يحطوهم قدامي بس أقدر أشوفهم وأسمعهم. كانوا يضلوا يسبوا، يحكوا حكي، يعني حكي حدا عمره 16 سنة يعني مش راح يستوعبه، يعملوا شغلات وغير الحكي اللي يحكوه. حتى مرة أجا كانوا يحكوا لهم نحشون، هدول القوات اللي كانوا ينقلونا بين سجن وسجن، سجن للمحكمة، سجن للتحقيق. فكانوا هدول الجيش اللي بنقلونا بيحكوا عربي طبعاً. لمرة كان في 3 مدنيين في البوسطة وأنا قاعدة هيك عقبالهم بس كدا يعني فهم مسكر علي، أجوا نادوا على الشرطة وصاروا يحكوا له إنه إيش اسمها وليش مش راضي تحكي معنا، وإحكي لها إنه هي إنه إحنا بدنا نحكي معها وبدنا نأخذ رقمها، وعرفوا إنه فلسطينية. صاروا يسبوا علي، صاروا يطفوا علي أكثر من مرة، وأكثر من بنت تعرضت لنفس الإشي إنه تكون قاعدة ويشلح قدامها مثلاً، فهي تضطر إنه تضل طول الوقت مغمضة عينيها تتوصل المحكمة أو تتوصل التحقيق. فكان الإشي كثير صعب، يعني كان بالنسبة إلي أصعب من إنه يتحقق معي 10 ساعات، إنه أنا أطلع في هاي مدة الطريق اللي هي 2.5 ساعة 3 ساعات في البوسطة ومع هدول المدنيين، لأنه كانوا كثير مؤذيين. غير إنه يزتوك بزنازين، كانوا يحطونا بزنازين يكون في قبلنا موجود فيها هدول المدنيين، بسخين لدرجة لا توصف. يعني أنت بتشوف كل قرفهم على الأرض على الفرشة، يعني طبعا هي فرشة هيك يعني زي كأنك نايم على الأرض، كلها وسخ، كلها بقايا الأكل، الحمام يعني كلها كاميرات فوق هيك. يعني إذا أنت بدك تدخل على الحمام مش ضامن إنه هاي الكاميرا بتصور اللي بالحمام، لأنه كان يعني فوق مش يعني زي الحيطة مش للآخر، يعني ما بتضمن إنه ما ببين الحمام. غير هيك فوتوك هاي الزنازين وأنت مكلبش بإيديك وإجريك، يعني بحال خلص قررت بدك تفوت على الحمام ما مش راح تقدر تتحكم لأنه أنت مكلبش. فكان الإشي كثير صعب، كل محكمة ننزلها، كل تحقيق ننزل نضطر نتعرض لهاي الأشياء، يعني لهاي الانتهاكات. لدرجة كنت أضل أحكي لهم بالسجن، لما أوصل السجن أحكي لهم يا عمي يحكموني 4 سنين بس ما يطلعونيش تحقيق مرة، ما يطلعونيش محكمة، بديش أنزل محاكم، يعني يحكموني إن شاء الله بدي أضل بالسجن 20 سنة بس ولا أنزل محكمة واحدة لقد ما الواحد بعاني فيهم. يعني أنت بتنزل محكمة وفوق هيك، يعني أنا نازل محكمة مسرحية مش محكمة، يعني أنا بالنهاية عارفة إنه أنا رح أحكم حكم ما بتلائم مع قضيتي، عارفة إنه أنا رح أحكم حكم مش يعني حكم بحقق مصالح إسرائيلية، بتحاكم بمحكمة عسكرية مش محكمة مدنية، قاضي عسكري، مترجم إسرائيلي، جندي إسرائيلي، غير البوسطة والمعاناة التنقل، غير الزنازين اللي بنحط فيهم الواحد. يعني الواحد فوق هيك نازل على محكمة مش إنسانية، محكمة مش قانونية أساساً. يعني كان الإشي كثير كثير صعب، يعني كانت المحكمة بالنسبة لنا والتحقيق زي كأنه تحكي لنا احملوا حالكم وانزلوا على جهنم. According to statistics, 500 to 700 Palestinian children every single year are arrested by the occupation forces and judged in military courts. We also know that according to the Palestinian Prisoners Study Center, there were 500 Palestinians who were arrested for posts on social media between 2015 and 2018, and a large proportion of them were in fact children, and most of those social media posts came from Facebook. You've said previously in interviews that when you were in prison, you transformed your cell into a school. What did you mean by that statement?
يعني المقصود بهالإشي إنه إحنا كنا بسجن بغرفة أربع حيطان، ممنوع نطلع، ممنوع نشوف حدا، ممنوع نحكي مع حدا. ف يعني لو تحط حدا بهيك إشي بهيك مكان رح يعني رح ينهد، رح ينكسر. إحنا ما سمح لحالنا إنه ننكسر. صرنا نجيب كتب، روايات، ندرس، نقرأ. حولنا السجن بطل سجن، صار بالنسبة لنا مدرسة. إحنا مسجونين وبنعاني وبعاد عن أهلنا وبعاد عن حياتنا الطبيعية اللي لازم نعيشها، بس مع هيك واجهنا إدارة السجن بإنه إحنا نتعلم بالسجن. اللي يعني اللي بيقرأ رواية يجي يحكيها للتانيين، اللي قرأ كتاب يجي يعلمه للتانيين، اللي قدرت تعمل سوارة من الخيطان اللي بتشيلهم من الأواعي اللي خربوا تعلمها للتانيين. كنا نتعلم كل شيء من بعض، كنا بمثابة مجتمع صغير جوا السجن. يعني لو ما كنا هيك وما عملنا هيك كنا انكسرنا ونهدينا ونهزمنا قدام هذا المحتل، بس لا، اخترنا انه احنا نكون اقوى من هيك، نحول السجن لمدرسة احنا نتعلم منها، نتعلم بوجودنا بالسجن، انه نقرأ كتب قانون، نعرف ايش هي حقوقنا. حتى انه لما اجوا منعوا عنا التعليم، كنا لما بالفورة اللي هي الساعات اللي بتطلعها انت بالنهار بين الغرف، يعني احنا بسكروا علينا كل غرفة لحالها، بس بوقت محدد من النهار بحطونا مع بعض كلنا، بنصير انه نشوف كل الاسيرات يعني عادي. فكنا بهاي الفترة احنا نقعد مع بعض نقرأ نتعلم، واجت الادارة بدها تمنع عنا انه نتعلم. احنا لما أجوا الإدارة القاصرات اللي هم تحت أقل من 18 سنة، وقفنا قدام الإدارة وحكينا لهم إنه باتفاقية جنيف الدولية حكت إنه الطفل بوجوده بالمعتقل لازم يتعلم، وإنتوا ما بتقدروا تمنعوا هالإشي. المرأة ما بتقدروا تفرضوا عليها إنه ما تتعلم وهي موجودة بالسجن، والاتفاقيات الدولية نصت على هالإشي وواجهناهم. مع هيك سكروا علينا الغرف، يعني منعونا نتعلم، بطلوا يدخلوا دفاتر أي أهل بدهم يدخلوا لبنتهم رواية أو كتاب، صاروا بدهم يمنعوا هالإشي. الكلام اللي نكتب فيهم منعوا إنه نشتريهم، بطلوا يوفروهم بالكانتين بالمرة. إحنا هون أخذنا خطوة ثانية، سكرنا الغرف وأعلننا إضراب. يمكن أضربنا يومين أو ثلاث لحد ما الإدارة تنازلت عن مواقفها هاي، لأنه إحنا أضربنا وأخذنا اللي بدنا إياه، لأنه إحنا مصرين على إنه نتعلم بالسجن، مصرين على إنه ما نوقف حياتنا بس لأنه إحنا بهيك مكان. لا، إحنا زي ما حكيت لك الشعب الفلسطيني بحب الحياة، وين ما يروح بحب إنه يعيش. إحنا بالعكس ما انكسرنا لهذا المحتل، واجهناه حتى بالقلم حتى بالكتاب، وقدرنا نواجهه. Wow, that is truly inspiring. I've also read that you intend to become a lawyer in order to confront this system of apartheid. How is it that this kind of intellectual resistance that you're talking about, this education-based resistance, how do you plan to face down racist apartheid through the legal system? شوف، طبعا يعني اول اشي انا بلشت فكرتي عن انه كيف بدي ادرس قانون من لما اعتقلوا ابوي، يمكن بال2011، ومنعوني انه ازوره طبعا عشان ما معي هوية، وصغيرة ممنوع ادخل المحكمة، منعوني أزوره رفض أمني لأنه أنا بشكل خطر على أمن هاي الدولة، فممنوع أزور أبوي بالسجن. هون أنا صرت أحكي أنا بدي أدرس قانون، بدي أدافع عن الأسرة، بدي عشان أقدر إذا سجن أبوي أو أخوي أو حدا من عيلتي كمان مرة أفوت على المحكمة وأدافع عنهم. بعدين لما استشهد خالي رفعنا قضية على الجندي اللي قتله، وطلعوا الجندي براءة
إنه زي كأنه ما عمل إشي. هون أنا يعني زاد إنه بدي أدرس قانون، يعني بدي أحاسبهم بأقل الثغرات، يعني بدي أركز على حتى هاي الثغرات الصغيرة أركز عليها وخليها إشي كبير، أخلي العالم يشوفها إشي كبير. كمان بعد فترة لما سجنت أخذنا بالسجن دورة عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، طبعاً اللي كانت تعطينا إياها الأسيرة خالدة جرار. كنا نجيب كتب القانون يعني القانون الدولي نطبقها على قضايانا. يعني أنا والله انسجنت أروح أقرأ في كتب القانون أشوف إيش الأشياء المش قانونية اللي صارت معي في تجربتي هاي. طبعاً يعني أنا اكتشفت وقتها إنه من حقي يكون عندي معي أنثى ثانية بالتحقيق، لأنه بزبطش اثنين ذكور يحققوا معي، مع هيك إنه كان في بس اثنين ذكور اللي حققوا معي، إنه لازم إذا حدا بده يعتقلني لازم يكون في مذكرة اعتقال، مع هيك ما كان في مذكرة اعتقال. وكل بنت فينا اكتشفت إنه في كثير انتهاكات صارت معها من خلال هاي تجربتها الصغيرة بالاعتقال. فزاد الحب للإشي إنه بدي أطلع وأدرس قانون، بدي أطلع من السجن وأكمل دراسة وأدرس قانون. طبعاً مع بعد فترة وأنا أدرس قانون صرت أشوف أحبطت فترة إنه أنا ليش بدرس قانون والقانون منحاز للقوي، يعني أنا ليش بدي يعني ليش بدرس قانون وهو قاعد يعني الدول القوية يعني تأخذه لصالحها بتوظفه للأشياء اللي هي بدها إياها وبتأذي كثير ناس. بس بعدين لا حكيت إنه لا بدي أدرس قانون، بدي أكمل قانون، بدي يعني أخلي القانون بالشكل الصحيح، مش ينحاز للقوي بس، لا إنه لازم الكل يكون تحت هذا القانون. لازم أنا أدرس قانون وأغير إنه بالعالم ويعني أوصل للمحاكم الدولية وأدافع عن قضيتي وعن قضايا كثير ناس مظلومين بالعالم، حتى يمكن في ناس انظلموا من خلال هذا القانون. فأنا يعني بدي أركز على هاي الشغلات عشان أنا بس بدي أحقق العدالة، يعني بدي أحاول لو بإشي صغير إنه أحقق العدالة. إذا مش بكل العالم على الأقل لطفل مظلوم فلسطين أو لطفل مظلوم بمكان ثاني. فيعني بشوف إنه القانون إشي أو زي بعطيني قوة إنه أحارب أواجه، أو بكون عندي يعني معرفة إيش الانتهاكات اللي بتصير بالعالم اللي أقدر أواجهها. فيعني بتمنى إنه أقدر أكمل بهالإشي وأقدر أوصل للمكان اللي بدي إياه وأقدر أغير القانون وأخليه عن جد القانون منحاز للضعيف كمان اللي بعاني، مش بس قانون منحاز للقوي. That's interesting because often the artificial depiction of Zionism in Europe and Western media is if anything, it was a form of enlightened colonialism that brought with it civilization to a place that had none. One of the very neglected aspects of Zionism has been the traumatic effect that it has had on Palestinian children. Is it fair to say that trauma weighs heavily on Palestinian childhood? شوف بدي أحكي لك إشي عن إنه أول إشي عن نظرة العالم كيف إنه هذا استعمار مستنير أو إنه هو زي كأنه استعمار أجا أنقذنا. إحنا بالعكس قبل الاحتلال كان عندنا يافا من وعكا من أهم المينا بالعالم كانت موجودة عندنا. أهم تجارة للحمضيات كانت برضو من عنا، أهم تجارة للزيت برضو كانت عنا وللزيتون. فعنا تاريخ كبير قبل الاحتلال، فلسطين ما كانت بلد عادي، وطبعا لو كانت بلد عادي ما كانوا اختاروها عشان يحتلوها.
لأنه دليل على قديش عظمة فلسطين وعظمة الناس وقديش بانيين وعاملين تاريخ وحضارة في هاي البلد لأجى احتلال زي هيك عليها. كمان إنه الاحتلال سبب صدمة للأطفال الفلسطينيين، ما بدي أحكي لك إنه صدمة، إنه صدمة خلتهم مثلاً إنه يفوتوا بحالة نفسية، إنه مثلاً ما يقدروا يكملوا حياتهم. طبعاً بيعانوا من هالإشي، بس بالرغم من هيك بضل إنه أخذنا قوة أكبر، زي ما بنحكي دائماً إنه الرصاصة التي لا تقتلك تزيدك قوة، دائماً الرصاصة اللي ما بتقتلنا بتزيدنا قوة، دائماً الإشي اللي ما بقتلك أو ما بخلص عليك هو بعطيك دافع إنه أنت تكون جزء من التغيير. فكل أطفال فلسطين بتلاقي عندهم حلم، حلم كبير، حلم إنه ما بتلاقيه عند أي طفل بالعالم، حب الحياة. الشعب الفلسطيني بالرغم من وجود الاحتلال على أرضه، لأنه أكثر شعب بحب ينبسط، بحب يعيش. فبالعكس الأطفال الفلسطينيين جسدوا حالة من القوة، يعني بتلاقيش طفل قوي زي الطفل الفلسطيني. يعني من طفولتنا تمردنا على أسوأ إشي بالعالم اللي هو الاحتلال. لما تمرد على إشي زي الاحتلال فأنت هون رح تخلق لحالك قوة، قوة ما فيش إشي تاني بالدنيا يقدر يأثر عليها. فهو دايماً إحنا ما بنتطلع على إنه إحنا بس، يعني أحكي لك إنه الطفل الفلسطيني بس ضحية، لا، الطفل الفلسطيني مقاتل، محارب من أجل عدالة الإنسانية وعدالته وحقه في وجوده على أرضه وحقه في تقرير مصيره. We have something in common in that both of us were refused visas to enter the United States. But you were 15 when that happened. Do you have a message to the US government regarding their refusal to allow you to enter the United States? بدي احكي لك انه انا استغربت والله انه رفضوا يعطيني فيزا لامريكا لدخول الولايات المتحده، بس انا ما استغربتش بالمره. يعني البلد اللي حطت اسرائيل تجسيد لاستعمار بالشرق الاوسط حطتها في بلادنا، اكيد راح ترفض انه يعني اكبر داعم لتجسيد الاستعمار في الشرق الاوسط أكيد مش راح يشوفني كطفلة عادية، كبنت عادية، مع إنه أنا ما كنت عاملة ولا إشي. ما في أي إشي بحكي إنه أنا إرهابية أو أنا مثلاً بضر أمن البلد اللي أنا رايح عليها، بس بتضل يعني بوجه رسالة بضل للشعب الأمريكي إنه إذا أنتم يعني بتحكوا عن حكومتكم ديمقراطية، طلعوا حكومتكم شو بتعمل؟ يعني كيف انتو بتفكروا عن بلد هاي انها ديمقراطية وهي حدا عمره 15 سنة؟ بديش احكي انا حدا عمره 15 سنة طلب فيزا للدخول ورفض بدون اي سبب، بدون ما هو حتى يأثر على امن هاي الدولة. ف يعني ما استغربت بالمرة، بس بتمنى انه الشعوب ترجع تعيد النظر لحكوماتها، تشوف حكوماتها بشكل أدق، بشكل ما، لأنه ما بزبط إنه إحنا نشوف حكوماتنا بإشي مميز إنها مميزة. لا، حكوماتنا بتخطئ، حكوماتنا إحنا كشعوب لازم نردعها عن 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 إنه تتوجه لمسارات مش صح. دعم أمريكا لإسرائيل، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل هو أكبر أو أكثر إشي غير ديمقراطي موجود في الدنيا. فبتمنى من الشعب الأمريكي إنه يعيد النظر في إيش هي حكومته وفي مين هي قاعدة بتدعم ولا إيش بتدعم هذا الكيان أو هذا الاستعمار، لأي مصالح، لأي أسباب.
It has been said in the United States that there is a system of inverted totalitarianism, whereby people have the right to vote for political representation in an episodic nature, but there are permanent interests behind that government that they do not have the option of voting against, whether it is corporate monopolies, whether it's banking interests, or whether it is the interests of the Israel lobby. So that leads to certain mainstays and consistencies from, say, the Trump administration to the Biden one. From this point, do you see that there is a big difference between these two administrations in their policies towards the Palestinians? Or can we say that they are merely two sides of the same coin? طبعاً هم وجهين لنفس العملة. يعني مش راح أجي أحكي لك والله بايدن راح يجي يوقف مع الشعب الفلسطيني ويضرب إسرائيل بالكندرة، لا بالمرة مش هيك. يمكن إذا ترامب كان بشكل واضح وصريح يعلن عن الأشياء اللي بعملها، فبايدن راح يحط الديمقراطية كفر لإله عشان يدعم إسرائيل، بس الديمقراطية راح تكون كفر لإله بالنهاية. بس هم يعني لنفس المصالح، لنفس وبايدن مش أحسن بكثير من ترامب يعني مع القضية الفلسطينية، بالعكس هو سيء كثير مع قضيتنا. ما بقدر أجي أحكي لك والله هو عمل وهيك بالعكس هو يعني برضه ونفس السياسة، يعني بتبعوا نفس السياسة بالنهاية. وهون الدور مش يعني لازم الشعوب تعبر عن رفضها. يعني أنت تمام، أنا مثلا لو في بلدي انتخبت حدا وطلع بالنهاية يعني مش منيح، يعني بعبر عن رفضي، بطلع بحكي إنه أنا برفض يعني بايدن من هاي الناحية. يمكن أنا بايده من ناحية بس من هاي الناحية، بس لازم الشعب يرفض هاي الشغلات، لأنه اللي بيعمله مع الشعب الفلسطيني راح يعمله مع شعب تاني. برضو أمريكا مش معصومة عن الخطأ، ومش معناها إذا تدعم إسرائيل بس هي معناها بس بتدعم إسرائيل، برضو هي بتعمل سياسات عنصرية في كثير مناطق في العالم، بتظلم كثير ناس في العالم. مش مهم السبب، هي قوية، هي اقتصادها أحسن من غيرها، بس بتضل هاي بالنهاية دولة، ما بدي أحكي لك ديمقراطية، هاي دولة يعني من أكثر المسببات للعنصرية والرأسمالية والإمبريالية بالعالم، راح تكون من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنا ما بقدر يعني أخاف لأنه والله هاي دولة كبيرة ويمكن يعملوا إشي، لا بالعكس أنا بحكي اللي أنا شايفته. أنا شايف إنه الولايات المتحدة الأمريكية إذا شعبها ما كان واعي بشكل كافي على حكومات بلده إيش بتعمل، فيعيد النظر بإنه إيش حكومته بتعمل، مش بس مع فلسطين، لأنه أنا دائماً بحكي أينما وجد الظلم فذاك موطن. يعني إذا فلسطين ما عانت من الولايات المتحدة ودعمها لإسرائيل، فهي في كثير بلدان تانية قاعدة بتعاني من الموضوع. فبتمنى إنه الشعب أو الشعوب كلها تكون إيد واحدة ضد هاي الحكومات اللي قاعدة بس بتهين بحياتنا كبشر وكشعوب. Unfortunately, the political class is generally malleable and servile to the people who fund them. And it's not just the US government, but we see a policy really to dumb down the population to this reality. Ignorance is very widespread, and unfortunately, the curriculums do not impress upon the US population the effects of their policy, not just in Palestine, but in many other places. What is your interpretation of what is happening in the Gulf with the normalization between Gulf states and the Zionist entity? Is it a case of governments not representing the will of the populations that they rule? Or are those policies widely supported by those populations? بدي احكي لك شيء دائما انا بحكي انه بحمد ربنا على انه انا فلسطينية، على انه انا تربيت تحت احتلال وفهمت ايش معنى اتمرد على هالاحتلال.
بشوف الحكومات في المغرب العربي في الخليج كمان حكومات مش بديش أحكي بس مطبعة حكومات محتلة محتلة أكتر مني أنا اللي تمردت على الاحتلال أنا اللي بنزل بواجه المحتل أنا احتلوا أرضي ما بنكر إنه احتلال احتل أرضي بس ما احتل عقلي ما احتل إنسانيتي إنسانيتي موجودة عقلي موجود بفكر إنه هذا الاحتلال غلط بس أنا لما أصير أشوف الاستعمار الاحتلال إشي عادي وإشي طبيعي هون بصير أنا محتلة بعقلي أنا هون بصير الاحتلال وصل لمبتغاه الحقيقي في إنه يحتل عقول الشعوب العربية والحكومات العربية فطبعاً يعني بدي ما بحكي يعني الحكومات ما بتعبر دائماً عن شعوبها في كثير يعني الشعب بعنا بالخليج العربي في كثير ناس ترفض هالإشي وبدعم القضية الفلسطينية وبالمغرب برضه نفس الإشي بس يعني أنا دائماً بحكي إنه يعني بأسف على هاي الحكومات وبزعل عليهم على كيف الاحتلال قدر يوصل لعقلهم يحتلوا كيف الاحتلال قدر يجردهم من مبادئهم وإنسانيتهم فبتمنى إنه يرجعوا لإنسانيتهم كمان مرة عشان يقدروا يتمردوا على الاحتلال لأنه مش دائما لقمة العيش هي الصح يعني مش دائما الغاية تبرر الوسيلة مش دائما. But Nelson Mandela's grandson also invited you to South Africa to receive a prize for your bravery. Seeing that and the great outpouring of solidarity across the world, how did it make you feel? إنه طبعاً الإشي بعطينا معنويات عالية الإشي بزرع فينا إنه إحنا مش لحالنا إنه في ناس شركاء إلنا بقضيتنا يعني كان حتى الدعم البسيط إلي كان كنت أشوفه إشي كبير كلمة من طفل صغير كانت بالنسبة إلي إشي كبير برضه طبعاً يعني إحنا حتى بتاريخنا مع جنوب أفريقيا كان الشعب الفلسطيني شريك إلهم في محاربة العنصرية والتمييز العنصري فدائماً كان في شراكة بين الشعب الفلسطيني والشعب في جنوب أفريقيا بمواجهة الاستعمار والعنصرية فطبعاً إشي بشوفه فخر وبعطيني معنويات عالية وبخليني دائماً أكمل بروح أقوى إنه هدول الناس معي هدول العالم بدعموا قضيتي طبعاً هاي الجائزة هي باعتبار مش العهد بشكل شخصي هي لكل طفل فلسطيني لكل مرأة فلسطينية لكل رجل فلسطيني قاعد حتى في أرضه بواجه المحتل هي مش بشكل شخصي إلي هي لكل الشعب الفلسطيني وطبعاً إحنا نشكر كل الناس اللي دعمونا لو بأشياء بسيطة ووقفوا معنا بقضيتنا بتمنى إنه إحنا نكون واعيين لأنه الرأسمالية والإمبريالية إشي كثير سيء يعني بالنسبة لنا كشعوب إشي كثير راح يأخذ من حقوقنا فبتمنى كلنا كشعوب نكون إيد واحدة ننهي الاستعمار ننهي الرأسمالية عشان نقدر نعيش بسلام نقدر نعيش بعدالة نقدر نعيش ومعنا أبسط حقوقنا فبتمنى إحنا كجيل يعني نحاول قد ما نقدر عشان الجيل اللي بعدنا ما يتعرض لنفس الأشياء اللي إحنا نتعرض لها لنفس المعاناة اللي إحنا تعرضنا لها وزي ما حكى زفارة وبضل أحكي أينما وجد الظلم فذاك موطني وإحنا وين ما في ظلم رح نقاومه ورح نقاتله لأنه إحنا مقاتلين من أجل حرية وعدالة الإنسان فأكيد رح نوقف مع أي شعب وأي قضية إنسانية موجودة بالعالم عشان الإنسان بالنهاية عشان بالنهاية الإنسان اللي هو يفوز الإنسان اللي نضيف من جوا
يكون ماخذ كل حقوقه عشان كلنا نكون متساويين بالحقوق متساويين بكل إشي حتى بالتعليم بالصحة بكل إشي نكون متساويين. Thank you so much for joining us, Ahed. Be well, be safe, and see you soon.